الحقيقة يا مولانا، أنا طلبت من أخي عامر يطلب لي من جنابكم هاي المقابلة مشان أتشكركم، مشان أتشكر أفضالكم علينا، على أهل رسلان كله. الفضل لرب العالمين. أكيد مولانا، الفضل الأول لرب العالمين، بس ابن الأصل ما بينسى الأيادي البيضاء اللي امتدت لهم. جنابكم طولتونا رقابنا قدام الناس. المهم أمورك بالسوق تمام؟ أنا الحمد لله أموري تمام، بس السوق مو تمام. ليه خير؟ شو عم يصير؟ أكيد وصلك العي اللي عم يصير هنيك. بخصوص شو؟ بخصوص رستم أفندي. شغلة بسيطة، هذا موضوع محلول إن شاء الله. محلولة محلولة بإذن الله. جاد باشا ما بنخاف عليه، ما في حدا بالدنيا كلها بيقدر يلوي له دراعه، بس الله وكيلنا، الله وكيلك يا جاد باشا. كله حسد وضيقة عين، ناس ما بتشبع، ضاقت عينه على رستم أفندي، بس أنا يشهد الله علي وقفت قدامهم وقلت لهم عيب عليكم يا جماعة، إذا مو مشان رستم أفندي مشان جناب الكيخي الله يطولنا بعمره، مثل ما بيقول المتهى كرمال عين تكرم مرجع عيون. ما بتقصر؟ أكيد ما بقصر، أعوذ بالله شو بقصر. الواحد ما بيصير يقصر مع أصحاب الفضل. شغلة ملايينية، أنا بس زعلت لأنه التجار أخذ على خاطره. شابندر مولانا هو اللي حرضهم، هو اللي خلاهم. الله يسود وشه إلهي، هو اللي خلاهم يكتبوا معروض ويقدموا لجناب الوالي. على كل، نحن أمرنا بمصادرة مخازن رستم أفندي. صدقني ما في لزوم يا مولانا، ما في لزوم. التجار إجوا عند مني وسروني وقالوا لي إنهم ندمانين لأنهم مشوا ورا الشابندار، وعم يقولوا كمان يا ريت الحكمدارية تشيله بقى، تشيله للشابندار وتحط حدا بداله مشان هذا الأمر ما يتكرر ويجي حدا يتطاول على ولاة الأمر. هذا موضوع مو هلا وقته. بالعكس هلا وقته، بعد أمرك مولانا. إذا فتحت هيك سيري مع جناب الوالي هلا بدي يفتكرني بدي ينتقم من شهبندر التجار مشان قصة رستم أفندي. مثل ما بتشوفوا مولانا، مع إنه الأمر بيستاهل قص رقبي. كل شي بوانه حلو. سيدنا أنا بستأذن منكم، ممنونك أنا، ممنونك. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح مولانا، تذكرت مشان الضبعة أمر، هلا هلا ما قدرتوا تلاقوها؟ وين تروح يعني؟ إلا ما نلاقيها. أنا عندي مين يجيب لك رأسها. مين؟ أخي هلال. يقدر يجيبها؟ هلال ضباع يا مولانا، شغلته يصطاد الضبع، حتى إذا الضبعة تخبت بوكرة بيقدر يستدرجها ويطلعها ويصطادها. إذا قدر يجيب لي إياها راح أصرف له مكافأة معتبرة. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا مولانا، نحن ناخذ مكافأة منكم وعلى كل أفضالكم علينا، على آل رسلان ناخذ مكافأة على هيك شغلة. هذا موضوع بنحكي فيه بعدين، المهم هلا يجيب لي اياها. امرك
واعتبر الضبعة صارت عن رجليك. سلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام.